كانت لنا اليوم زيارة إلى قاطع لواء المشاة الـ38 قيادة فرقة المشاة الـ10 ضمن قاطع المسؤولية والمسؤول عن مسك الخط الاستراتيجي. هذه المنطقة المهمة والحساسة قطاعاتنا اليوم تنتشر ضمن حدود المسؤولية. هناك تنسيق عالي بين قطاعات الجيش العراقي بالإضافة إلى قطاعات وقوات من قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، وهناك تنسيق عالي ما بين قوات الجيش والحكومة المحلية متمثلة بناحية الوفاء والأخ مدير الناحية وعشائر وأبناء المنطقة. لاحظنا ولمسنا الاستعداد العالي والمعنويات العالية، وهناك اندفاع لتنفيذ الواجب. قطاعاتنا اليوم على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي واجب، ومن هذا المكان أنا أعاهد أبناء محافظة الأنبار بأن قطاعات الجيش العراقي، قطاعات الفرقة الـ10 وقيادة عمليات الأنبار والقطاعات العاملة بأمرتنا ستقطع يد كل من يحاول الاعتداء على محافظة الأنبار، وإن شاء الله ستكون لنا واجبات استباقية مبنية على معلومات استخبارية لمطاردة فلول الإرهاب في عمق الصحراء التي كان واهما ولا زال واهما للإرهاب يعتقد أنها مأوى آمن له. اليوم قواتنا المحمولة بالطائرات السمتية والتي تعتمد على معلومات استخبارية دقيقة بالإضافة إلى قطاعاتنا البرية تنفذ واجبات وتطارد فلول الإرهاب في عمق الصحراء. قطاعات العسكرية الموجودة في هذه المنطقة كافية، هناك قطاعات عسكرية انتشرت وأمنت مواضعها منذ أشهر وليس اليوم، وهذه القطاعات على أهبة الاستعداد وجاهزة لتنفيذ أي واجب، سواء كان هذا الواجب مطاردة أو تنفيذ واجبات في عمق الصحراء. تشرفنا اليوم بزيارة السيد قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام إلى ناحية الوفاء، حيث كانت الزيارة شملت الزيارة القطاعات اللي موجودة بالناحية ومدى استعدادها، فكانت هنالك المعنويات مرتفعة جدا، وهنالك تلاحم بين مواطني الناحية والقوات الأمنية، وقد أوصى السيد قائد العمليات بضرورة تسهيل حركة الناس وتسهيل أمورهم اليومية وحفظ كرامتهم. وإن دل على شيء فهذا يدل على أنه هنالك تلاحم كبير بين القوات الأمنية وأبناء محافظة الأنبار. كذلك اطلع على شرح احتياجات بعض الأمور التي تحتاجها الناحية، وأوصى سيادته بحلها جميعاً.